مطرب معروف وفنان كبير من القطر المصري الشقيق، هو الملحن والمطرب الأستاذ كارم محمود. أستاذ كارم، أهلا وسهلا فيك باسم مشاهدي بانوراما وباسم جمهورك العربي السوري. أهلا بك يا فندم. لابد من طرح سؤال تقليدي، سبب مجيئك للقطر؟ طبعا زيارتك، أهلا وسهلا فيك احنا ببلدك وبين اخواتك واهلك، طبعا من سبب معين يعني؟ والله الحقيقة أنا باجي سوريا من عام 52. نعم، من زمان. أستاذ كارم، أنا واحد من جمهورك بالحقيقة، فما في أي أسئلة محددة سلفا بذهني، فأي سؤال ممكن يخطر على بالي، وأرجو أن يكون عم يعبر عما يدور في خلد المشاهدين واللي هن من جمهورك. قطعا أنا تحت أمرك. أستغفر الله. الفنان كارم محمود متى بدأ وكيف؟ الحقيقة أنا بدأت وأنا عندي سن 10 سنين. كنت طالب في المدرسة الابتدائية، والمدرسة الحقيقة كانت بتقدم روايات تمثيلية غنائية، فكنت بقوم بأدوار البطولة في الروايات دي. من هنا الحقيقة بدأت حياتي الفنية، لأن المدرسة كانت بتستغل الطلبة الصغيرين، وكانت بتاخد هذه الروايات وبتعرضها في البلاد. أنا أصلا من بلد اسمها دمنهور بجوار اسكندرية، فكنا بنروح اسكندرية وبنروح طنطا وبنروح القاهرة وبنروح بنها نعرض الروايات الغنائية دي. وبعد ما تخرجت من المدرسة التحقت بمعهد الموسيقى وحصلت على دبلوم معهد الموسيقى سنة 45، ثم قدمت في الإذاعة وبدأت حياتي الفنية العملية فعلا، وعملت أول فيلم هي كان سنة حوالي 48 اسمه ملكة الجمال، وبعدين مشيت. طيب بنرجع ل أو بنوقف عند كلمة مشيت. في مسيرة كل فنان هناك محطات استراحة، خلينا نسميها. نعم. هذا حق الطبيعي بغض النظر عن الأسباب، أما لما هالمحطات تطول أحيانا وتنقلب فجأة إلى نوع من الاحتجاب، فمن حق الجمهور على فنانه أنه يسأله عن سبب الاحتجاب. فأعتقد أن هناك في أكثر من محطة، أو خلينا نقول محطة استراحة طويلة في مسيرتك الفنية، هل هي طبيعية ولا في أسباب أخرى؟ لا والله هي طبيعية بعض الشيء، لأن كما تعلم سيادتك يعني الحقيقة أنا من أكثر الفنانين اللي زاروا البلاد العربية وقام برحلات فنية. أذكر منها في سوريا بالذات أنا عملت تورني ابتدى من دمشق وحمص وحما واللدقية وحلب، استمر حوالي 3-4 أشهر، وكان كل سنة بالشكل ده، يعني السنة دي هنا السنة الجاية مثلا في بلد تانية. فأنا من أكثر المطربين اللي لف البلاد العربية وغاب عن القاهرة فترة طويلة، فلما احتجبت عن الرحلات دي وغبت شوية سيادتك بتقول إنها بقت محطة استراحة. الغياب عن القاهرة يعني برأيك هو توقف عن الإنتاج الفني، إن كان على صعيد الأفلام أو صعيد التسجيلات أو بدون شك يا فندم، بدون شك. طيب أستاذ كارم محمود، أنا رح أسألك أسئلة محددة ممكن تجيب نعم أو لا. الأستاذ كارم محمود قطعا مطرب، هذه مفروض منه. أشكرك. الأستاذ كارم محمود ملحن كمان؟ نعم كمان. نعم. الأستاذ كارم محمود ممثل مسرحي؟ معلوم. أنا يعني يمكن من أكثر المطربين اللي قدموا أوبريتات غنائية في القاهرة، أذكر منها ليلة من ألف ليلة، البيرة النبوي لسيد درويش، العشرة الطيبة، الباروكة، وآخر أوبريت عملته كان هدية العمر، كان تلحين محمد الموجي. الأستاذ كارم محمود مخضرم؟ والله ما أقدرش أقول عن نفسي كده يعني. طيب من أي جيل تعتبر نفسك؟ أنا من كل الأجيال،
اعتبر نفسي معاصر لكل جيل، كويس يعني مش متخلف. كويس، هذا الكلام بيجرني لسؤال، ما رأيك بالتجديد والتطوير؟ التجديد شيء لابد منه، أنا مش معقول نفضل على إرخ الستارة اللي فرحنا أحسن جيرانك مثلا. صحيح، لازم نتطور زي الدنيا ما بتتطور في كل شيء. طبعا لما نحكي عن التطوير والتجديد بنحكي عن الأغنية. نعم. كلاما ولحنا وبالتالي أداء. نعم. لا شك أنه المطرب أو الفنان كارم محمود هو عازف من الدرجة الأولى، عازف ممتاز، إنما نحن هون في القطب العربي السوري اعتدنا أنه نشوف الفنان كارم محمود بيغني وبيرافق نفسه مثلا مع الفرقة الموسيقية على العود، بس ما اعتدنا نشوفه بيعزف بيقدم عزفات سولو على العود. نعم. مثلا آسف، مثل الفنان المرحوم فريد الأطرش اللي هو عزفان سولو. نعم. فلو طلبت من سيادتك مقطوعة على العود باعتبار العود معك الآن في الاستوديو. طبعا ما انا جاي علشان يعني برضو ما احرمش السادة المستمعين يعني من سماع اي شيء تطلبه سيادتك. طيب احنا راح نترك لك الخيار في اي معزوفة مثل ما تقولوا عنا بالتعبير المحلي بتسلطن فيها. هو طبعا يعني اهم شيء بيسلطن التقسيم، لانها اقرب شيء الى دمنا والى اذنا. كويس، فهي التقسيم بتاعي اقرب شيء، فاسمعك واسمع الساده المستمعين لو سمحت. أستاذ كارم، بالنسبة للحياة الخاصة لكل فنان، هل باعتقادك أنه حياته الخاصة لأي فنان إلها تأثير على حياته الفنية؟ طبعا بدون شك، الفنان إن ما كانش مستقر في حياته العائلية وحياته المنزلية عمره ما حينتج أبدا. صحيح. طيب هل تعتقد بأنك تواكب روح العصر حاليا؟
والله زي ما قلت لسيادتك، يعني أنا بعيش كل عصر يعني. طيب هذا بالحقيقة سألتك إياه لأنه بنحب نسمع مع الأخوة المشاهدين أي أغنية جديدة. الحقيقة هي أحدث أغنية ليا، أغنية اسمها الدلوعة، ما أعرفش الدلوعة هنا يعني تبقى بل دلوعة. هي دلوعتي أو الدلوعة، وكتب كلماتها لطفي عبد الهادي، ولحنها حلم أمين اللي هو لحن لي أغنية عنابي، فدي أحدث حاجة. طيب لو سمحت. Thank you.